غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، سلام ونعمة. ألو، أيوة، أهلا وسهلا يا أبونا، أبونا أبورة. أيوة، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك، لعلك بخير يا أبونا. تعيش، ربنا يخليك، تعيش. امين. معك ابو مريم من امريكا ابونا. اهلا يا ابو مريم، اهلا بيك، ربي يباركك ويبارك فيك. اقول لك، انا عندي بس استفسار بسيط، يعني اود ناخذ بركه منك. يعني في كتاب قراته، ويعني الكتاب بيقول فيه ان انجيل يوحنا الاصحاح الاول من العدد 1-18 بيقول المضاف، بيقول ايه؟ ان لاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمه، يوحنا 1:1-18 يبدو كتاب يهوديا، ولكن باضافه المقدمه يتضح انه يتناسب مع العالم اليوناني، ولذلك فمن المحتمل ان المقدمه اضيفت على العمل الاصلي لجذب مزيد من القراء. كذلك الاصحاح الاخير 21 ربما اضيف بعد انتهاء الكتابه، كما يتضح من الايات الاخيره في يوحنا 20. يوحنا 20 في نهاية الإنجيل بيقول: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، لكي يكون لكم إذا أمنتم. قفل الإجابة، قفل لسه كده، أخد بالك؟ ما لو يعرف أن التواضل خلال الكلام هيرد، وإما يعرف التواضل. ميبي خلاص ما يرد، كان معاه اللي هو مباشرة، هرب نفد بجلده. كان معاه اللي هو مباشرة الآن القمص أبهور. هكتب لكم الاسم على التكست لان الاسم صعب شويه. أبهور. القمص أبهور، راعي كنيسه، ثواني بس، راعي كنيسه الملاك سوريال وماري مينا. القمص أبهور، راعي كنيسه الملاك سوريال وماري مينا. القمص للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. خلينا ندي الاسم لاخونا عماد، وبعدين ناخد اللي بعده ان شاء الله. اللي بعده هم انا، هو يعرف اللي قال الكلام ده البابا هيعمل ايه؟ يشد في شعره. الراجل الصدم تماما اللي كنت بكلمه الاول ده. الو، ايوه، سلام ونعمه، ابونا داوود، ربي يباركك. ايوه ابونا داوود. الو، ايوه ابونا داوود، سلام ونعمه ابونا داوود. ان فانا عن معروف. اسيبك في حالك ليه؟ اسيبك في حالك ليه؟ سمعتوا يا اخوة كرام؟ سمعتوا يا اخوة كرام؟ سيبنا في حالنا اعمل معروف. سمعتوا يا اخوة كرام؟ سيبنا في حالنا اعمل معروف. ما قلتوش انا مين؟ ما قلت له انا مين؟ من الصوت فقط. من الصوت فقط. ما قلت له انا مين؟ ما قلتش انا مين؟ عشان تعرفوا، اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، انتم ليس لكم حجة على الله ابدا، ورب الكعبة ابدا ابدا، والله 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 ما لكم حجة امام الله، والله الذي رفع السماء بلا عمد. كثيرين سيقولوا لي في ذلك: يا رب يا رب، اليس باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيره؟ حينئذ صرح لهم: اني لا اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. انجيل يوحنا متى 7:21-22-23: اتبرأ منكم يوم القيامه.
حضرتك اللي هي حضرتك سيبك في حالك ازاي مش فاهم ليه عايز ايه يعني حضرتك بتقول عايز ايه اسيبك في حالك ازاي فهمني يا ريت يعني ايوه عايز ايه طيب عايز ايه انا بسال حضرتك انت بس فهمني اسيبك في حالك ازاي ايوه عايز ايه طيب انت حضرتك بس انا عاوزك ريلاكس الكتاب قول كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم الكتاب قول اكرز بالكلمه اعكف على ذلك في وقت مناسب غير مناسب ده هتروح فين ان شاء الله السهره هتكون معاك الليله دي اللي موافق يرفع ايده ويكتب واحد على التكس كمل مكالمه ثلاث مرات التالت يلا قفل التليفون طب يا اخوة الكرام نجرب مرة تانية كمان كده هيبقى تربيع مش تسليس كده هيكسر الموبايل كان معانا لواء مباشرة الان ابونا القمص داود القمص متى اسمه كده داود القمص متى من كنيسة العذراء مريم مغاغة المنيا القمص داود القمص متى كنيسة العذراء مريم مغاغة المنيا حضراتكم زي ما حضراتكم كلكم شفتها فين نديله الاسم اهو من القرية عندك يا سبحان الله الأستاذ بيقول من قريته تعرفه يا أستاذ خليل تعرفه الراجل بيقول من قريته سبحانك يا رب سبحان الله بيقول لك من قريتنا يا سبحان الله التسجيل هينزل وباخده ووزعه بقى اكسب فيه ثواب ووزعه شوفوا يا أخوة كرام شوفوا سبحان الله العلي العظيم شوف ترتيب الله معرفش اخونا كشي ملك معانا ولا لا الان اخونا كشي ملك النهارده عامل اعلان في غرف النصارى فواحد الادمن خليك وبعدين قال له عاوز ايه قال له وسام بيركب الاصوات دي طب بالله فين التركيب بالله عليك فين اسالكم لا التركيب فين 13 سنه في 7 سنين اكتر من 21000 اتصال تركيب ازاي الراجل سامعينه بيقول لك بيركب الاصوات اللي بعد ايوه قمص ابن قمص صح قمص داود وقمص مات يعني ابن قمص مات كمان يلا اللي بعد بس هتقول يا عم صول بيعبد انسان الله يرحم والديك والله العظيم ما تريقه ولا استهزاء النهارده كنت بقول للاخوه اهو صادق معاك اهو مش كنت بقول لكم ده صادق بقول له توقع اي شيء من شخص بيعبد انسان يا جماعه الخير بيعبد انسان تفتكر يكون عنده عقل واحد بيعبد انسان الكلب ما بيعبدش كلب الحمار ما بيعبدش حمار الخنزير ما بيعبدش خنزير انسان بيعبد انسان عليك السلام يا ايمن اهلا يا ميدو مبروك يا ميدو مبروك اللي بعده مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله حمدا إلهي وشكرا
أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.